شكرا لكم لهذه الدعوة، شكرا بشقي على هذه الدعوة. الصوت بعيد بس طيب تسمعوني الان بشكل كويس؟ اي نعم، حياك الله، تفضل دكتور. الله يحفظك. طيب اليوم راح اتكلم باذن الله عن النيورولوجي. طبعا انا مهند العلي، النيورولوجي ريزيدنت ار 3 ات كينج فهد هوسبيتال ان جده. النيورولوجي بشكل عام يعني يتعامل فيه الطبيب في دكتور مهند الموجود. ايوه انا معاكم الان، تسمعوني؟ ايوه طيب انقطع الصوت قبل شويه، صوتك يقطع شويه برضه دكتور. طيب الى الان لا زال يقطع؟ لا الان كويس. فراح نتكلم اليوم باذن الله عن النيورولوجي. انا مهند العلي، نيورولوجي ريزيدنت ار 3 في كينج فهد هوسبيتال. بشكل عام طبيب المخ والاعصاب، نيورولوجيست ديلينج وذ دايجنوزز اند تريتمنت مانجمنت لكل السنترال نيرفس سيستم ديزيزز اند البريفرال نيرفس سيستم. يمكن ناس كثير منهم يفكر انه والله الطبيب المخ والاعصاب النيورولوجيست يتعامل فقط مع سنتر نيرف سيستم ديزيز، لا ايضا البريفرال نيرف سيستم، وهذه مهمه جدا تعرفها خصوصا ايضا في موضوع البورد. فنعرف كل البريفرال نيرف سيستم نيرفز بريدين نيرف ميديان سيتك الى اخره، وكل ديزيز بروفيسيولوجي تيست فور دوس nervous disease. Roadmap for choosing your medical specialty. I think إنه فيه خاصة في هذا الموضوع، لكن بشكل عام neurology for whom؟ لما تفكر neurology تفكر في تخصص غالبا إنه يكون بعيد عن الجراح. بالنسبة لي إنه first of all إنه rolled out surgery، ما يكون في بال surgery لأنه من أقرب التصميمات، وأنه يعني يكون واحدة من خياراتك. نعتذر منكم، يبدو في مشكلة في الاتصال على بال ما يرجع الدكتور مهند. دكتور مهند إذا معنا وتسمعني ممكن ترد؟ أعتذر منكم، أظن في مشكلة في الشبكة الآن، إن شاء الله يكون الصوت أوضح. أي تفضل يا سيدي. ما أدري وين قطع الصوت، على أي جزئية؟ تقريبا الجزئية اللي أنت فيها الحين. ف نيورولوجي فور هوم، بالنسبه اللي كثير من الاطباء اللي تخصصوا في النيورولوجي، اول حاجه رول اوت سيرجن، غالبا انه بعيد عن التخصصات الجراحيه بشكل عام. هو اقرب التخصصات للميديكال، فلما تكون والله واحده من الخيارات اللي عندك انك تكون والله تبغى انترنال ميديسن، فأنت في nearest point to the neurology. يبقى والله هل أنت you like to dealing with neuroscience or not. فالنيورولوجي هو جزء أصلا من الانترنال ميديسين، وهو يعني كلايف ستايل
اوتكم ساينس بشكل عام هو قريب جدا ان لم يكن مماثل للميديكال. يبقى فيه ناس يفكروا في موضوع السيكاتري كثير يعني او يدخلوا لبورد النيورولوجي وهم سيكاتريست، والفكره انه والله النيورولوجي والسيكاتري شيرينج سيم بيزك ساينس. نيرو سيرجري ايضا في مجموعه يفكروا في نيرو سيرجري بعدين يروحوا يسووا الكتف او انه ممكن حتى يخشوا الريزيدنسي ويشوفوا فيه انه والله في هيفي وورك وانه والله الشغل ممكن ما يكون مناسب لهم كجزء العمليات والجزء الجراحي، فيصير نيرولوجي خيار، مع انه في يعني فروق كبيره من ناحيه لايف ستايل، من ناحيه ايضا طبيعه العمل والتعامل مع المرضى. requirement to be neurologist طبعا كل اللاينز اللي هنا ممكن تكون يعني متشاركه مع اغلب التخصصات، لكن اللي يهمني بالنسبه لي اللي هو last two lines انه we talk about the good ability of imagination. الفكره غالبا من النيورولوجي بشكل عام هو localization، لما يكون في عندي مشكله في مكان معين انا I'm looking for localization of this disease، وبعدين بناء عليه انا افكر في الايتولوجي والتريتمنت. فلما يكون لدى الطبيب قدره على الايميجينيشن بشكل كويس يصير عنده قدره على localization وبذلك يصير good neurologist. Love to deal with images، فأنت كل الشغل حقك غالبا يوميا وحتى في الطوارئ بتشوف سي تي، بتشوف ام ار اي بشكل متكرر، لابس وايضا الكتروفيسيولوجي. فعندنا اي اي جي والاي ام جي وهو تخطيط المخ وتخطيط العضلات وتخطيط ايضا الاعصاب الطرفيه. كل هذه الاشياء راح تتعامل معاها في تخصص طب المخ والاعصاب، ولذلك لازم يكون واحده من الاشياء اللي تحطها في بالك انك راح تتعامل مع هذه الانسلري تيست. فاذا كنت يو لايك تو ديل ويز ات هذا ممتاز، اذا لا ممكن تفكر في حاجه ثانيه. طيب نفكر في الفرص الوظيفيه في تخصص طب المخ والاعصاب بشكل عام. هذه الاحصائيه ممكن ماخوذه من امريكان ميديكال اسوسيشن، بس في احصائيه سعوديه راح اتكلم عنها بعد شويه، انه ديستريبيوشن امونج اول فيزيشنز اتكلم عن نيورولوجيست هم 2.5%، وهو من اقل التخصصات او من مجموعه التخصصات القليله اللي توفر فيها عدد من الاطباء كافي. نقطة مهمة يتكلموا عن والله بور اوت كم للمرضى اللي يكونوا اندر نيورولوجي سيرفيس. فالإحصائية تتكلم عن والله ميديان بيشنت كير اورز بير ويك اولموست 48 بير ويك، يعني تتكلم عن 48 اورز. فالمريض جلوسه عندك حوالي من يومين الى 3 ايام، هذا متوسط. بعضهم بس تشوفه في الطوارئ ويطلع جايك ببلس بلسي مثلا، او انه بيشنت ستروك ونيد فيزيوثيرابي الى اخره، ممكن يجلس معك فتره اطول. طيب هذا هنا ديستريبيوشن اوف فيزيشن سبيشالتي باي سيكتور، فهذا انا ماخذه من وزاره الصحه السعوديه لعام 2018، ممكن تسوي له سكرين شوت. يعني شوز الديستريبيوشن اوف سبيشالتي وعدد الاطباء السعوديين وغير السعوديين. فممكن نلاحظ انه والله النيورولوجي ومثلا الفرونسيك هم السيبريت سبيشاليتي وهم من اقل تخصصين موجوده في السعوديه. يمكن هنا ما اضافوا بعض التخصصات من ضمنها بيدياتريك نيورولوجي، وهي ايضا من التخصصات اللي يعني اي ونت تو منشن ان شاء الله في النهايه عليها هيوج نيد الصراحه في السعوديه. طيب نتكلم عن ادفانتج ريمين كلينيكال اورينتد. فكل العمل حقنا والشغل وحتى الديسكشن هو هيستوري واكزام. فالاكزام النيورولوجي كومبرهنسيف اكزام الصراحه، غالبا ما يكون بيشنت عنده اني ديفيسيت الا يكون واضح في الاكزام. فاللي يحب يسوي اكزام يحب يفحص المريض بشكل يعني مستمر، فالنيورولوجي واحده من الاشياء اللي توفر له هذه. اكسبوجر تو فازنت كونديشنز، فبتشوف حالات كثيره جدا
حالات ممكن مريض ما يقدر يشوف الجزء الأيسر من الغرفة، يقدر يكتب ما يقدر يقرأ القراءة، أو ما يقدر يقرأ الكتابة اللي كتبها، ما يقدر يحدد وجيه الناس. يعني بتشوف في حالات قد تكون شوية غريبة. ومن هنا حتى نشوف إنه أغلب الأفلام والروايات تتكلم عن أمراض عصبية، لأنه يكون مثلا المريض مستقر من الناحية مثلا النفسية، ومن ناحية العقلية، ولكن يكون عنده نيورولوجيكال ديفيسيت بشكل معين. طيب، فاريتي اوف كلينيكال ديس اوردرز، فتتخيل انك تتعامل مع مثلا ويكنس في اللور ليمب، والمريض اللي بعده مريض هيدك، المريض اللي بعدهم ابليبسي، ولا جايك بالبلاند فيجن. ففي فاريتي اوف كلينيكال ديس اوردرز، many research opportunities، وهذه إلى الآن ولا زال في أوردر كبير على هذا الموضوع في كل الـ 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 النواحي. multidisciplinary teamwork، هذه ممكن تكون إيجابية وسلبية على حسب الشخص. ف يعني احنا نحتاج الفيزيوثيرابيست في كل شغلنا تقريبا، خصوصا مع مرضى ستروك. نحتاج انتيرن ميديسن والميديكال في كنترول الريسك فاكتورز الى اخره. فهو ملتي ديسيبلينري تيم ورك. والستركتشر تريننج بروجرامز اللي في السعوديه بشكل عام، اغلب البرامج الصراحه هي برامج قديمه وبرامج جوينت، وان كان في جاب في السنتر اللي انت شغال فيه، راح تلقى انه والله في روتيتنج روتيشنز، تروح الى مستشفى اخر وتكمل بقيه الروتيشنز اللي ما متوفره في مستشفاك. افيبيليتي اوف تريننج اند هيوج نيد، وهذه موجوده الصراحه في السعوديه بشكل كبير زي ما وضحنا عدد الاطباء في السعوديه. ريزبل لايف ستايل، يعني نتكلم على مستوى ريزيدنت، طبعا يكون مستوى ريزيدنت يعني بشكل عام لما نتكلم على اللايف ستايل، ما هي مستوى او ما نتكلم على لايف ستايل اوف ريزيدنت، نتكلم على ما بعد ريزيدنسي. ريزيدنسي مقبول، وما بعد ريزيدنسي كاستشاري غالبا الاستشاري ما بين 5 إلى 8 انكولات هوم انكول، ونادر انه يحتاج انه يروح الى المستشفى الا اذا كان انترفنشن. فأبغى أضيف نقطة أنه والله لو تفكر في Medical Intervention Specialty، فواحدة من 3 خيارات يعني اللي تجي في البال كفرست choices، يعني أول واحد كارديو وغاسترو ونيرولوجي. فالآن إحنا مرضانا راح بتكلم بعد شوي عن ستروك، يصير في intervention في first 24 hour، وممكن أنه البيشنت يتحسن بشكل كبير. طيب، نيو تريتمنت، وهذا المجال مفتوح جدا وكبير، وكل يوم واغلب ادويتنا يعني من لاست ديكيد، تكلم عن اخر 10 سنوات، بدات تظهر كثير من الادويه خصوصا في مجال المالتيبل سكلروزز وابليبسي. طيب، واحده من الديس ادفانتج، وهذه لابد تكون واضحه بالنسبه للكثيرين، اللي هي الروتين. ففي كثير يعني لما يخشك مرضى او تنوم مرضى في الوارد، غالبا راح يتنوم معك مثلا 3-4 ريجولار ستروك كيسز، وتكون معك حاله او حالتين اللي هي ممكن تكون ماي ستروك ويكون فيها فايندنج غريبه. ف بتشوف يوميا حالات ستروك ونفس الورك اب ونفس الفايندنج اما ويكنس او غيره. فهذه ممكن تكون واحده من ديس ادفانتج، ولكن غالبا هذه تراها موجودة في أغلب التخصصات، في حالات روتينية متكررة، والحالات الـ interesting cases تكون هي النادرة. untreatable or poorly treated disorders، وهذه موجودة خصوصاً في الـ young child age، بس إنه still موجودة حتى في الكبار، وخصوصاً لما يجيك مثلاً مريض ما حتى مثلاً حالات stroke ويكون out of window، وما تقدر تسوي له غير إنه والله control risk factors. difficult decisions، وهذه تصير دائما في طب المخ والاعصاب، بحيث انه والله مثلا مريض يجيك بجلطه في القلب وجلطه في الدماغ حاده، يعني كلا الجلطتين حاده، متى نبدا مسيلات الدم، وهل ممكن تسبب نزيف الدماغ او لا. فهذه واحده من السيناريوهات اللي تتكرر بشكل كبير، وفي difficult decisions تحصل بشكل كبير، او اعطاء مذيبات مثلا في الطوارئ، هذه تتكرر بشكل كبير في نيورولوجي. broad knowledge، ما استطيع ان اقول والله انه difficult، بس انه والله مقبول مثل internal medicine او اقل من internal medicine، وطبعا يعتبر من التخصصات اللي فيها كثير من الفاريتي وكثير من البرانشز اللي you have to cover it. ف نستطيع ان نقول من التخصصات المتوسطه
لا هي الصعبة بشكل كبير جدا أو السهلة بشكل كبير. أوفر كونسلتد نيورولوجي الصراحة هو عبارة عن تو بارت، في مرضى راح يخشوا معك أندر يور سيرفيس، وفي مرضى راح تغطيهم عن طريق كونسلتيشن. المستشفى بشكل عام في تخصص النيورولوجي راح تسوي كونسلتيشن بشكل كبير، راح تلقى مرضى منومين في اكثر من تخصص، وراح تسوي مثلا ايفالويشن وتريتمنت لمرضى. فاذا ايضا هذه واحده من الاشياء اللي تهمك، فالكونسلتيشن جزء كبير من عمل طبيب المخ والاعصاب. مالتي ديسيبلينري ممكن يكون ادفانتج او ديس ادفانتج زي ما ذكرنا. ديلي وورك في بعض الروتين. الانكولد بشكل عام على حسب السنتر، وتختلف بشكل كبير جدا على حسب السنتر. ففي هيفي سنترز الصراحه فيها يعني الانكول عباره مثلا عن 24 ساعه ما ترتاح فيها تماما، وفي بعض السنترز اخف، لكن بشكل عام هو اخف واقل جهدا من الانترنال ميديسن مثلا. دائما اقارن بالانترنال ميديسن لانه اقرب التخصصات لنا. فاينانشال اوتكم مقارب جدا لكل سب سبيشاليتي حقت الميديسن، ممكن انه تزيد. طبعا نتكلم الان على الجزء الخاص لو في عمل خاص، لكن الحكومي طبعا غالبا الكل متقارب، لكن الخاص فقريب جدا من كل الميديكال سب سبيشاليتي، يمكن يزيد بشكل بسيط عشان السالري تيست اللي ممكن انت تسويها. زي بعض الاطباء بس يتخصص انه بس يسوي اي اي جي تخطيط الدماغ، ويجي يقرا بس تخطيط الدماغ فقط لا غير، فممكن هذا يكون يعني فينيشال اوت كم يعني بشكل اكبر من بقيه التخصصات. طيب بالنسبه للامراض، وهذه انا انوه عليها، انه احنا نتكلم عن الامراض الاندر نيورولوجي، ونشوف هل في اوتكم كويس او لا. لانه والله النيورولوجي انت تتعامل مع مرضى شبه عاجزين، او انه مرضى الاوتكم حقهم بيور. فالان الستروك برايمري انترفينشن نسوي الان في الطوارئ، فيجينا المريض خلال 4 ساعات ونصف، وممكن يعني في الان دراسات قاعده يعني اكستند ذس بيريد، ونعطيه ثرومبوليسيس أو مذيب، وممكن يروح إلى ثرومبكتومي ويتم إزالة الجلطة. فموضوع الستروك قبل 10 سنوات غيره الآن، الآن تطور بشكل كبير جدا في هذا المجال. وما أدري إذا الوقت معايا ممكن أعرض هنا أيضا مدة دقيقتين حالة ممكن إنها دكتور مهند. اي نعم. Still 2 minutes please. اوكي. فالـ outcome of stroke cases
اختلف بشكل كبير وصار افضل. والان يعني في ترايلز اون جوينج على اكستند اوف ويندو و البرايمري انترفنشن اوف ستروك، فهذا على أسوأ يعني السيكتور في النيورولوجي وهو ستروك ابليبسي. نعرف انه والله وي كان كنترول ذا بيشنت وذ 1 تو 2 medication, MS patient, Parkinson's disease, cognitive meningitis. And you can save the life of patient just by giving the patient of two or three antibiotics. طيب الوقت الصراحة ضايقنا لعلنا لو في لعلي أمنشن هذا بشكل سريع إنه السعودي بورد بشكل عام هو عبارة عن 5 سنوات، أول سنة منه internal medicine بشكل كامل، ما يحتاج انك تعدي فيه اي اختبار، بس بتسوي مثل اوسكي اكزام وتعدي. بعدين عندنا تو بارت اكزام في بعد السنه الثالثه وبعد وفي السنه النهائيه، وكل سنه غير البارت عندك بروموشن اكزام. اخيرا افتخر الله سبحانه وتعالى في اختيار تخصص بشكل عام، اجعل جزء من دعائك أن الله سبحانه وتعالى يسر لك التخصص الذي تعلم أنه خير لك في دينك ودنياك وعاجل أمرك وآجله. اجلس بعمق وفكر في التخصص اللي تختاره، جرب خصوصا النيورولوجي، جرب روح في سنتر فيه فلو كويس، في عدد حالات كويسة، في غالبا نتكلم عن جدة الرياض الشرقية واحدة من المناطق هذه، وجرب النيورولوجي وبعد كذا يو كان ديتكت وبالتوفيق.